السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد السقاط رئيس نادي صفرو للرماية الرياضية. فهاد الآونة هادي هاد الويكاند هذا دوزنا واحد لا دوزيام مونش ديال الشامبيونا دي ماروك ديال لافوس اونيفرسال. هاد التظاهرة الرياضية ديال الرماية اللي هي شاركوا فيها براتيكمون جميع الأندية المغربية للرماية الرياضية، المنضوية تحتها الجامعة الرياضية الجامعة الملكية للرماية الرياضية، وبالخصوص جاءوا الناس من جميع هذا الأندية، منهم الأندية ديال الجنوب، الأندية ديال الشمال، الأندية ديال الوسط، واللي هي كانت كتحت على واحد تقريبا واحد 84 رامي، واللي هما تباراو على 200 صحن بمعدل 100 صحن كل يوم. ودابا في هاد الآونة هذه رحنا عاد سالينا هاد المباراة ودزنا تسليم الجوائز، واللي فاز بالجائزه الاولى هو السي بالحاج يونس من نادي صفرو. وحنا فرحانين لقاش النادي ديالنا هو داز في هذه المباراه والجائزه الاولى بقات في النادي، هذا مكسب كبير. كذلك كاين اعضاء ديال النادي اللي هما حتى هما خداو جوائز في الدوزيام كاتيجوري وفي التروازيام كاتيجوري، وعندنا لي جون الحمد لله حتى هما مشاركه كانت عندنا قيمه، وواحد من اصغر الرماد دابا اللي كاينين حتى هو تبارك الله خدام ان جونيور اللي خدات هو الجائزه الثانيه، دونك هذا شيء مشرف. على قاش الجائزه الاولى ديال لي جونيور خداها واحد لو جونيور من النادي ديال بركان، والجائزه الثانيه خداها واحد من النادي ديال صفرو، وهذا حتى هو شيء مشرف. كذلك كنشكروا جميع الناس اللي هما قاموا معنا واجتهدوا باش نجحنا هذه التظاهره الرياضيه، كذلك الناس اللي كانوا في الطاقم التقني من حكام ولي ديليغي فيديرو اللي كانوا والسلطات المحليه، كذلك حتى هما قاموا بالواجب ديالهم وكانوا هنايا. السلطات المحليه بجميع الالوان ديالها قاموا باللازم، والحمد لله المباراه دازت على احسن ما يرام في ظروف جيده، والاجواء كانت اجواء اخويه وعائليه. ما كان الحمد لله ادنى شك في هذا الشيء، هذا لقاش الناس كلهم كيعرفوا ما لهم وما عليهم بالخصوص. وبالنسبة للرماية كتطلب واحد المجهود كبير، والناس كذلك مساكن تعذبوا، اللي جاونا من الأقاليم الجنوبية ومن الشمال ومن الوسط كما قلت لكم في الأول، واخا التكرار، ولكن لقاش كاين 14 نادي اللي هي منضوية تحت اللواء ديال الجامعة الملكية للرماية الرياضية. تبارك الله كلشي جا من جميع أنحاء المملكة، ونجحوا لنا هاد التظاهرة هادي، ونطلبوا على الله في المزيد ديال التعلق لهذا النادي هذا وديال هذه الجهه. وكنشكروا الجميع اللي قام معنا زعما اللي الانجاح هذا الفرصه الرياضيه اللي دزناها وهذا العرس الرياضي. معكم سي حسني الحسن من مدينه صفرو، الكلوب ديال عم ادريس ومدير ديال المركب السياحي عم ادريس. كان هذا الحفل هذا ان شاء الله بحول الله داز في احسن الظروف، من نهار الخميس الى حدود الساعه ديال اليوم ديال الحد كانوا الناس باكتضاد مختلف اجواء المملكه المغربيه، وكانوا فرحانين، وقدمنا لهم الخدمات لا من ناحيه ديال الاستقبال ولا من ناحيه ديال التهليات علينا فيهم، ومشى كل شيء نشط وكل شيء دا الجوائز ديالو. كنتمناو لهم طريق السلامه ويمشيو في امان الله وحده باش يوصلوا للديار ديالهم بسلام. احنا بدورنا كنشكركم السي الحسني على هذه المبادره، الصراحه اللي كتعطي اضافه للاقليم في المجال السياحي، فهكا انتم كتشجعوا السياحه. هذه الدوره الثانيه ياك السي حسني، نتمناو في الدوره الثالثه ان شاء الله واش غادي تكون. هذه الدوره الثانيه، وبلا ما ننساو اننا نشكروا الدرك الملكي والقائد اللي حتى هو كان حارس على هذه التظاهره هذه، كذلك رجال السلطه كاملين بما فيهم البومبيه وبما فيهم القوى المساعده.
كنشكرهم بزاف على هذا الدعم الرسمي ديالهم اللي كيقدموها دائما. كتكون شي تظاهرة وطنية بحال هذا الشكل كيوقفوا معنا الله يجزيهم بخير. شكرا. بلاتي بالنسبه للقاعين كتخدم بها اللعبه مثلا يجي اي نوع من الانشطه وبالنسبه للقاعه راه معروفه راه كتستقبل جميع الانشطات سواء رياضيه او ثقافيه ولا ثقافيه او مهرجانات او اعراس. القاعه مفتوحه للجميع. السلام عليكم، معكم ايوب حسني. جيت اليوم نشارك في واحد الرياضة ديال آتيست اللي منظمة جمعية آتيست فرو، وهاد الرياضة كتعجبني بزاف وكنتمنى جميع الشباب يدخلوا ليها لحيتاش هي كتفتح الدماغ وكتخليك كتبنى على التركيز. هاد الرياضة بالنسبة لكم راه زوينة بزاف لصحتك ولعقلك وبزاف ديال الحوايج. وشكرا. معكم الحاج علي يونس، رامي من نادي صفرو للرماية الرياضية. دار هاد السبت والحد واحد بطولة ديال المغرب في الرماية الرياضية، الشطر الثاني ديالها. الشطر الاول كان في مدينة بركان والشطر الثاني داز هنايا في مدينة صفرو حتى ضلتو يوم السبت والاحد. هاد التظاهرة حضرت بواحد حضور متميز ديال جميع الرومات من جميع انحاء المغرب، حيث كانوا حاضرين الاقاليم الصحراوية ديالنا المغربية وكان الاقاليم ديال الشمال وسط المغرب الشمال، يعني كانت واحد الجو اخوي وجو رياضي محض فاش دازت هاد التظاهرة. الحمد لله الجو كان مناسب حيث انه حراره ديال الحراره انخفضت شويه وكان داز في جو رياضي يعني محض، حيث لاحظنا انه النتائج اللي حصلوا عليها الرومات نتائج عاليه وكتضاهي النتائج الدوليه. حصلت على نتيجه ديال 192 صحن على 200، والثاني اللي تابعني في الترتيب 191، الثالث 189. الحمد لله هاد النتائج كتبشر بالخير وكتبشر بالمستوى العالي اللي ولاو عند الرومات الرياضيين المغاربه. كان توجه بالاخير بالشكر للجميع، يعني جنود الخفاء اللي قاموا بالانجاح ديال هذا التظاهر الرياضيه، والرومات الرياضيين اللي لباوا الطلب وجاوا وتحملوا العباء ديال السفر وتحملوا هذا ديال التعب ديال التظاهره. كنتوجه لهم الشكر الجزيل وكنتمنوا ان شاء الله الشطر الثالث يكون فيه نفس الحضور ويكون فيه هذا النجاح ان شاء الله. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.